خلينا نلغي البوزيشن، انا كده كده مش محتاجين بوزيشن، محتاجين روتيشن بس، نعمل له انيميشن على هذا الاساس. 5 مثلا، 30 - 5 تمام. وعلى كده من ده ناخد له، تعالى بقى كوبي لغاية هنا، يبقى ده 0. يبقى ماشي بجنبه كده ليه؟ ايه ده؟ اندو تمام، اندو. بص هو بيعمل ريفرشمنت ازاي؟ تمام، هنا من 0 لحد 5 - 5. انا لو عملت ان فريز منت عشان خاطر ايه؟ لا كتير كده، 5 بس. وبعد كده هنا 0. عايزين نجرب سيف كده تمام. بس هي ايه الحركة بتاعته، الستيفنس بتاعها مش ظبط. نخليها 20 كده نجرب تمام. عسل قوي. في لفة طبعا، دي أول لفة، وبعد كده عدل، فالمفروض هنا في الحتة دي يلف تاني، يعمل برضو سبرينج تاني من 0 لحد مثلا 0.5، وبعد كده هيكمل هنا وهو عامل اللفة لحد ما يعدل. ممكن 3 او لا، هي على طول على 0. هنعمل بلاي من اول تمام، بلاي بس تمام اوي. تمام جدا. طيب في عندنا برضو العجل. طبعا احنا انا ظبطت العجل ان هو هيمشي بالشكل ده، فممكن نعمل فريز. هو طبعا هيلف لان انا هيلف كده وكده بس تمام. اللي جوه دي اصلا متثبته، فما حدش هيشوفها من جوه يعني. هنلف دي كده، وهناخد اللي ورا برضو فريز هيلفه كده تمام. هنشوف بس دي بتلف ازاي. ممكن نطفي السكاي دي عشان ايه، طلعت عيني. اوكي فين ال، ايوه تعالى نشوف كده، بيلفوا عكس بعض، ما عندناش اي مشكلة. تمام قوي كده، يلفوا كده مع بعضيهم. العجلتين اللي قدام برضو اكيد نفس الحكاية. لو انا جيت كده نفس الحكاية، هناخد الشمال دي نلفها 180 درجة، وبعد كده هنثبت تاني فريز. نجرب تمام قوي. لو عايزين نربط التاج بالاكسبريسو مفيش مشكلة، ممكن تتربط. لو انا جيت عملت هنا اكسبريسو تاج، هيظهر لي هنا الاكسبريسو. ممكن اضيف الباص كاوبجكت، هجيب التاج بتاعت الالاين تو سبلاين. التاج نفسها في هنا البوزيشن، هاخده احطه هنا. احنا كنا عايزين نمشي العجل مش الباص. اوكي هناخد الالاين تو سبلاين.
العجلة دي والعجلة دي هيتحطوا هنا برضو. هنمشيهم ايه؟ ماينس. ماينس بيمشوا لقدام، يعني مش عشان مش هنقعد نعدل دلوقتي في الاكسس، خليهم يمشوا من ماينس لقدام مفيش مانع. هناخد البي روتيشن على الاوبجكت بتاعها، كل واحدة على الاوبجكت بتاعها، تمام. ولو انا جيت ربطت ده بده، لما اجي احرك هو بيمشي. تعالى بس نمسك فين الروتيشن، ايوه دي اللي اتربطت. بص بيمشي معاها، بس ايه سرعته ضئيلة جدا فمش باين. طالع من اول 0 تو 120 يعني حوالي 60 يعني ديجريز في اللفه، فده قليل جدا. فعشان كده قبل ما اعمل الكلام ده اعمل اندو. في حاجه تانية اسمها كالكوليشن، كالكوليت رينج مابر. رينج مابر ده بيعمل ممكن نسرع عن طريقه الاوبجكت او لا، تمام. تعال نشوف هنا هيبقى ماشي ازاي. ما بنلحقش نشوف. طيب انا عندي حل ظريف. هنحط مع دي كاميرا، العجلة، العجلة باظت، ثواني كده، كاميرا نحطها عند العجلة. كلام جميل كده، نشوف. فبص بتلف لورا، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي ندوس على الرينج مابر ونقول له ريفرس فتلف لقدام. كلام جميل، بطيئة جدا، بسيطة. نيجي هنا هندوس برضو على الرينج مابر، نقول له في الانبوت والاوتبوت، لو عملنا اوتبوت هتلاقي ايه؟ كل ما تعمل اوتبوت كل ما يجري اسرع. سوري هنا هي المفروض بلس، تمام. امتى بقى اخلي انه الموضوع لوجيك؟ امتى اخلي العجلة تلف فعلا على الارضية؟ ممكن نربط الارضية مع نربط الارضية دي مع العجلة مع البودي. فبس ده كل ده ممكن في الاكسبريسو، بس ده هنضيع وقت على الفاضي. يعني هنا احنا بنعمل حاجة بسيطة شرحها سريع عشان خاطر نخلص الموضوع. هنا بتلف، ممكن نزود دي خليها مثلا 40 ونشوف بتلف قد ايه. بتلف هنا بسرعة. ماشي. طيب هنطلع برضو نفس اللاين الكونكت للعجلة الشمال ونشوف العجلة الشمال بتلف تمام معاها ولا لا. نمسك العجلة الشمال، تمام، بيلفوا الاتنين مع بعض. طيب احنا هنا دلوقتي رابطين مين؟ معلش، رابطين مين؟ رابطين العجلتين دول، العجلتين دول بايه؟ بالبي، بالبي روتيشن. طب انا عندي الاتش ما فيهوش مشكلة، انا كده كده هعمل له انيميشن. فانا ممكن يا اما اعمل له سلايدر يا اما اعمل له انيميشن من هنا وخلص. ما فيش داعي للسلايدر، لان السلايدر ده محتاج ايه؟ محتاج كنترولر. فانا عشان اسهل لنفسي الحركة لو عندي حاجات كتير قوي، الكلام ده انا شرحته في دورة الانيميشن ودورة الكاركتر كمان. دي ممكن نعملها انيميشن كي فريم على الاوبجكت وخلاص، تمام. هنعمل نفس الموضوع ده على العجلة الورانية. كلام جميل، هنطبق نفس الحكاية دي على العجلة الورانية. انا طبقته على العجلة الورانية نفس، انا ما عملتش حاجة، هو نفس الكلام بالظبط. ممكن نسلكت كل الاوبجكتس دي ونشوف او نشوف اللي ورا، بس احنا شفنا اللي قدام، نشوف دول بيلفوا ازاي. تمام كده بيلفوا معاها. السيكه اللي تبقى تحت الارض دي ما فيهاش مشكله، كده كده العجله بتبقى عامله زي تقل كده، مفيش مشكله. او ممكن ترفعوا السباين سن لفوق وخلاص، تمام. نقفل الكلام الجميل ده ونطلع بره الكاميرا اللي احنا كنا سارقينها.
ونبص هنا يبقى عامل ازاي. تمام، هنفي عسل اوي. عندنا ايه؟ طب هو انا مش شايف اصلا العجلة بتلف ولا لا، بس انا مش شايفها مثلا. اما العميل لما بيمسك الشغل بيشوفه. طب لو افترضنا العميل ما شافوش، الاند يوزر بيشوفه، اللي بيتفرج على اعلان، اللي بيتفرج على شغلك، اللي بيتفرج على فيلمك، اللي دخل السينما، ايا كان بيشوف التفاصيل دي. فدي في عيوب في الاخراج، عشان كده في نقاط سينما، يعني بيقول لك الحاجات دي بيبقى فيها اخطاء. فاحنا لازم نهتم بالتفاصيل دي، التفاصيل دي مهمة جدا. فاحنا هنعمل انيميشن للعجلتين اللي قدام وهما بيلفوا يمين وشمال. امتى بيلفوا يمين وشمال؟ هطلع بره الكاميرا، ممكن ابص في التوب فيو. عندك هنا الانيميشن واضح، هنا يبقى اكيد العجلة ايه؟ العجلة بصة شمال، يعني بكل بساطة. ممكن نمسك هنا الانيميشن، هي هنا لغاية هنا كده وبتتعدل، صح؟ طيب زيرو من هنا، من ورا كده كده مش باينة، نعملها كده هنمشي جاية كتير، هنمشي حبة نعدل. احنا بس بنتمرن هنا، كده كده مش باينة بس بنتمرن عليها. هنا هتيجي هنا هتبقى كده، وهنا كده. التفاصيل دي مش باينة بس في الريندر هتشوفوها في الآخر. هنا كده، خلي دي اكتر شوية، لان كده كده العربية ممكن تأمرك معانا. طيب اخر دي بس، وبعدين هنا نعدلها. بس عسل، هنبص في البرسبكتيف على الكاميرا بتاعتنا. بلاي. طيب نروح للكاميرا اللي احنا كنا سارقينها دي، ونمسك اي عجلة من اللي قدام. تمام، اتفرج عليها كده. بص الكاميرا ايه، عسل قوي، بتقلب مني. طيب ليه؟ لا بص بتلف ازاي، باينه يعني بتلف عند الملفات وعند النص، بتلف عادي كده. والسبرينج بتاعنا شغال ظريف، ولا نعمل له انيميشن ولا حاجه، هو نل بيتعمل له انيميشن وخلاص. طالما حفظنا التولز بتعمل ايه، خلاص كل حاجه اتظبطت. تمام، نيجي بقى على عمنا التوك توك. نطلع فين بقى الكاميرا اللي بره دي؟ ايوه بص، ممكن نخفي الكاميرا دي، يمكن نعوزها بعدين بدل ما نمسحها، نخفي دي برضو. نيجي عند ايه، التوك توك. طيب احنا نيجي نبص هنا على الفيديو، التوك توك ماشي برضو بنفس المبدأ، بس ايه، هنا في انيميشن، في انيميشن على العجلة دي وبعدين على العجلة دي. اوكي بص، يعني عملت زي سبرينج برضو يمين وشمال. نجرب كده.
هنيجي للتوك توك باشا. طيب هنفصل برضو البوزيشن عشان نعمل انيميشن. طيب بالنسبة للانيميشن هنا، هل انا محتاج برضو اعمل له لاين تو لاين، لاين تو لاين، ولا ممكن اعمل له انيميشن يدوي عادي؟ الاتنين ممكن برضو، الاتنين سهل، بس التريك هنا ان انا عايز اشوف بس هنا الارضية طالعة بره ولا ايه. هتحسوا انا ماشي تحت الارض. ايوه فعلا، طلعها فوق شوية. تمام، ممكن اعمل له انيميشن عادي بالسبلاين، وممكن من غير السبلاين، بس هنتكلم هنا على الالاين تو سبلاين. لو انا جيت طبعا هنا الانيميشن، لو انا جيت حولت التاكس نفس الاتوبيس نفسه ان انا الفه، مش هيلف معايا. يعني لو حبيت الف انيميشن مش هيلف معايا، يلف معايا كده بس، كده ما يلفش، كده ما يلفش. ده كده مربوط اصلا بالسبلاين نفسه، والروتيشن هنا ممكن ايه يلف معايا. طيب طالما هيلف يبقى ممكن يظبطها، بس انا ملاحظ ان هنا بيعمل ايه مشكلة. بص، تيجي تلفه من 360 10 18، يعني بيعمل مشكلة. طب احنا هنجرب كده وهنجرب كده. عادة انا ما بشتغلش بالالاين تو سبلاين، انا بشتغل كي فريم باي كي، ما بثقش انا في الالاين تو سبلاين، ما بحسوش واقعي، بس ده اسهل طريقة ان انت تعمل انيميشن لحاجة بسيطة يعني. تمام، فاحنا ممكن نخلينا في الانيميشن هنا من غير الاين تو سبلاين، نعملها يدوي. تمام، هاجي هنا خلي دي 20 مثلا كده، ماينص 10,000، لا ماينص 10,500. تمام، عشان بس العملية تبقى ماشي حلو. تمام، اوكي. هنعمل انيميشن. طب في هنا تريكة، بس لما هيجي هنا مش المفروض ان هو هيلف كده؟ طيب بص هنا بيلف ازاي، بيلف بشكل غريب. ليه؟ لان الاكسس محطوطة هنا في النص، ده بالنسبة للهول اوبجكت. طيب هل احنا هنلفه كسبرينج كده وكده؟ دي واقعية اكتر، بس احنا بنحاول نقلد شوية الانيميشن بتاع اللي معمول في الفيديو، فاحنا ممكن نلف ده الارضية. هنعملها ازاي؟ انا بتحايل عليها ازاي؟ لو انا حطيت التوك توك ممكن اخد كل الاوبجكت ده في نيو نال، الت جي نيو نال توك توك. تمام، او قبل ما اخد النال اندو ممكن ايه اغير الاكسس بتاعتي، اعملها هنا كده. تمام، يعني هي ناحية العجلة، بحيث ان انا لما اجي اعمل انيميشن اقدر اعمل انيميشن لده اللي بره. كلام جميل. لما اجي اعمل الت جي تاني عشان احطه في نل، يبقى انا بعمل انيميشن لتو نلز. تمام، النل التاني الاولاني نحطه هنا. كلام جميل، يبقى انا هعمل انيميشن لده في اللحظة دي، وبعد كده يرجع لزيرو، ومن ده هيقلب كده حاجة بسيطة ويرجع تاني لزيرو ويكمل عادي. وهو كده كده انا ممكن اعمل انيميشن لأي واحد من دول يلف، او ممكن تعمل تاني نل. شوف هنا التركة بتاعت النلات بقى، الهول اوبجكت مثلا اللي هو التوك توك مين مثلا. تمام،
عشان بس ارجع النال تاني اللي هي الاساسية. لو انا اخدت الاوبجكت ده كده، ده الاساسي توك مين، تمام. عايز تعمل انيميشن لده في الحركة، عايز تعمل روتيشن هنا، عايز تعمل روتيشن هنا زي ما تحب، عايز تعمل اسمه ايه ده السبرينج برضو، كله شغال. انت كده بتطبق على البرنامج ان هو يشتغل تحت امرك، تمام. ممكن برضو احنا نظبط الديسبلاي بتاعت النلز اي شكل بقى انت عايزه، ممكن يكون مناسب ليك. ممكن نخليها سفير، تمام. ممكن نخلي التانية برضو نفس الموضوع هنا، 105، 105 سفير، تمام. خلي ده لون وده لون، ده مثلا بنفسجي، وده في حلوقي، اي لون، تمام. في عندنا برضو العجلة اللي قدام اللي هي اصلا هنعمل لها انيميشن فرونت ويل، دي اللي هي هتلف بالشكل ده، تمام. طيب هبص ازاي، تمام، شغالة حلو كده، شغالة تمام. هي اصلا دي كده كده مش هتبان، بس برضو احنا ناس بنحب نبقى يعني بنحنتف، نحب الحنتفة اوي، تمام. اوكي كده جاهزين، كده جاهزين. نرجع تاني للاول هنا، الكاميرا بتاعتي فين؟ انا كده بره وبره الظل خالص، تمام. توك، عايزين نعمل فريز مفيش مشكلة. وبعد كده في عندنا هنا برضو اوبجكتس محتاجة تتعملها فريز، تمام. فريز ممكن يبقى سيلكت اول وتتعمل فريز مفيش مشكلة، بس ايه، انا بعمل فريز اللي انا محتاجه بس خلاص. ده الاساسي عندي هنا، التوك توب بيعدي، فانا الباص بيعدي، فانا عايز ان انا ابدا انيميشن في الجزء ده. لاحظوا من غير ما اعمل، لو انا يعني عملت اندو للفريز، لو انا جيت حركت الاكس اكسس بص بيمشي هنا ازاي، لانه مش معمول له فريزنج، فانا بعمل فريز عشان الحكاية دي. كده بيبدأ كأنه زيروهات من هنا، ده الأساسي، كلام جميل. طيب أنا هاخد كده كده إكس أكسس و وإيه أه و إتش في الروتيشن، تمام، زي الفل كده. ممكن برضو هناخد في الزد بس نشوف. عادي ممكن نأخر، مفيش مشكلة، نأخر براحتنا في التايم فريم، براحتنا خالص، تمام. ده ايه الانفجار اللي حصل ده؟ انفجار هائل، انفجار هائل بيحصل. لا احنا مش عايزين الانفجار بالشكل ده، احنا ممكن نصغر السفير بتاعتنا، تعالى كده. دي كبيرة جدا، ممكن نصغرها، خليها هنا كده، نجرب تاني. جميل اوي. طبعا هي بتقع تحت الارض لاننا مش عاملين للارضية كولايدر، يا اما تعمل كولايدر للارضية يا اما تعمل جوست برضو، بس انا بفضل ان احنا نعمل للارضية كولايدر عادي جدا،
ما فيش اي مشكلة. فين الكولايدر بتاعنا هنا؟ الكولايدر فراكشر فراكشن قلل البونص. تمام، هناخد كوبي للتاج نحطها للشارع. طب الشارع ده محتاجين له ايه تاني برضو يتعمل؟ التراب، الاوبجكتس دي. تمام، ممكن يا اما ناخد الاوبجكتس دي فين؟ طب احنا ممكن ناخد الحاجات دي كلها، مش كل يعني ده، نحط ده في نل الاول وبعدين ده في نل. ممكن نخفي الحاجات دي عشان نشوف ايه اللي بيتحط وايه اللي لا. نحط ده في نل، ده في نل، نفس النل. ماشي، هدا برضو. تمام، عواميد النور دي ما عندناش مانع نحطها في نل عشان برضو تخبط ما تخبطش. الشجرايه دي، الشجرايه دي عايزين بقى نخلي الموضوع يعني يكون محترم شويه. الشجرايه دي نحطها في النل. وبعد كده النل دي كلها نحط عليها ايه؟ التاج. والتاج نقول له ايه؟ apply to children. قول نجرب بسم الله يا جمال. تمام، بس برضو انا حاسس ان الدنيا بتطير كتير، بتطير يعني وبتخش في العربية. طيب في عندك هنا تركة برضو، الجوست بقى اللي هو بجد. نطلع بره الكاميرا. جوست اللي بجد ان انت تعمل زي العربية دي جوست. زي العربية دي جوست، نجيب للعربية كيوب. انا ممكن اعمل ترانسفير بس ايه كده اسهل على السريع خالص. تمام، كيوب بتلات قروش. تمام، ادي تيبل كده الظريف، نشوف ايه بدايته ايه نهايته. تمام، يعني ده يعني حاجة زي الـ نفس الحجم بتاع الاوبجكت بتاعي ومتظبط. تمام قوي. هنحط ده بدل دي، نخفي دي خالص، نرجع للكام ليه. تمام، طبعا ده هيتخفي خالص، مش محتاجين نظهره. فكده هتلاقي الاوبجيكتس ما دخلتش جوه التوك توك كده، من بره بره. وبرده عشان الاطمئنان، كوليجن نويز فلور فين نويز نزودها. كنا عايزين التانية دي في الايه، في اليافطة. هي كل واحدة شكل ولا ايه؟ شوف ماينس 30 دي 10، الونتد كلها ماينس 30 عشان يبقوا كلهم زي بعض. تمام، وفي عندنا هنا عشان مش واخدين المقاس فكده كده ما بتظهرش. تمام قوي، الخبطة سريعة هي عشان الحركة كده كده سريعة. فاحنا ايه، ممكن نخلي التخويط بتاع الحاجات دي اقل من كده. كوليجن
البونص. طب نظبط بقى البونص من غير القماشة أو من غير الورقة بتاعت اليافطة، بونص بونص وفراكشن، نقلل شوية الريفراكشن، الفراكشن بلاش بونص كده، كوليجن نويز بلاي. الله في حاجات بتطير، ده لسه طايرة هناك اهي، شايف لسه بتطير هناك اهي، مش عارف ليه. ايه اللي حصل هنا ده؟ نمشي ورا، نعمل كاميرا هنا ونمشي ورا الحاجات دي، اللهم هنخلص. نسيف بس عشان مفيش حاجة تهنج، باش الموديناميكس. طب ندوس بلاي كده. طيب احنا ممكن نخبطها من الجنب، مش لازم تكون هي من النص. فين التوك توك؟ تمام، يعني بدل ما بيخبط هنا ممكن نجيبه كده، يعني حاول يخبطه من الجنب بس مثلا. ورينا كده، هي كلها كده بتتكسر، هي كده اشيك شوية عن الاول، بس انا مش عارف ليه الحاجات دي بتتنطط. طيب نقلل الكلام ده. لا البونس شكله غبي يعني. طب دي بتطير هنا ليه بس؟ عايز افهم ده ايه ده اللي بتطير دي. هو كده احسن من الاول شوية، بس بص هنفضل نعمل هنا كده ليه؟ عشان مفيش فراكشن. بص هنا لما بتقل يفضل يمشوا، انا بزود الفراكشن عشان كده، هي كده اظرف. بس احنا ممكن نجيب التوك توك من هنا احسن عشان يبان، تبان اليافطة، تبان اليافطة. مش هندوس على الزرعة أكيد. الله ده خبط في عمود النور. طيب الحاجات دي بتاخد وقت في التجارب وان احنا نظبطها، فالمهم ان هو ده المبدأ بتاعها. ممكن نظبط الحاجات دي براحتنا بعد كده، نشوف اني بقى حاجة انسب عشان تتكسر، عشان ما ضيعش وقت اكتر من كده. الدرس بيطول قوي، وفي معلومات كتيرة لازم تتشرح، وانا بحاول الم الحاجات دي كلها عشان الناس تفهم وتستوعب الحاجات دي يعني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص لكل اوبجكت والله يعني. طيب خلينا نرجع للتوك توك انيميشن بتاعه، ادي مثلا كده. طبعا احنا هنا في ال انيميشن تايم لاين توك توك برضو نفس الموضوع هنا ايه، بس انا مضطر اخليه كده، خليه سباين عشان خاطر انا محتاج ان انا اعمل هنا لفة. فحاجة المهم ان هنا من زيرو
قفلنا اليافطة دلوقتي خالص، ممكن نقفل كولايدر. تمام، هاجي هنا هعمل روتيت. ليه ماينس حاجات بسيطة. طيب هنا واخدة من أول، فأنا مش هينفع من أول، لازم تبقى من هنا زيرو من أول هنا. لا مش من هنا، سوري، من هنا مثلا تبقى زيرو وكده، زيرو زيرو، وبعد كده بتلف، وهي طبعا المفروض هتكمل. فاحنا يا اما ناخد لاين واحد وبعد كده نظبطه في اندو، ناخد من هنا مثلا لهنا، هو اخر فريم في كام؟ في ال 120، 120 ناخد من هنا في التوك توك لغاية 120، نمسح ده خالص كده، وناخد ده من اهو هنا البوينت دي وخلاص، وبعد كده لغاية 120 هناخد التوك توك نجيبه هنا. هي أصلا كده كده لغاية هنا ومتشكرين جدا يعني، يعني هو أصلا التوك توك والأوتوبيس هيقطعوا في الحتة دي على ما أعتقد يعني. نشوف كده، يعني مش هيوصل للآخر، ده هو يا دوبك في النص، بس احنا لازم نكمله. هو بقى مع نفسه بقى توك توك 120، وانا جبت كي فريمز منين؟ ما شاء الله. طيب 120 نجيب ده هنا، تمام. طبعا هو هنا هيمشي بشكل تاني خالص، بس احنا هنظبطه بقى. احنا خدنا بس الاول والاخر، وبعد كده انتوا فاهمين بقى وجهة نظري. هاجي مثلا هنا، فين اليافطة؟ كده كده فصلنا الكولايدر، فممكن نحط اليافطة عشان نشوف هي فين. في الحتة دي كده هناخد دي هنا، بص عامل ازاي، عامل لف. تمام، عامل لف من هنا لهنا. سيبك من الروتيشن ده، من الروتيشن ده سيبك منه. كده كده احنا هنعمل روتيشن تاني، يا اما تعمل روتيشن، يا اما ممكن تعمل ايه، الاين تو باث. الاين تو باث، شوف هي بتمشي الاين تو باث، بس طبعا ايه تلف، بس بتمشي ازاي. ممكن هنضطر ان احنا ايه نغير الاكسس كده اهو مثلا عشان تمشي عدل معاه، بس انا احبش الموضوع ده. زي ما قلت لكم نحب نعمل حاجه بايدينا خصوصا في الانيميشن. طالما اتعلمنا نعمل align to spline align to path في دروس تانية، خلاص نعمل حاجات بقى free animation. طيب هنا كده، بص انا ماشي بالعجلة فانا بركز عليه. تمام، لغاية هنا نعدل ده كده، او ممكن ايه، طيب تعالى كده، سوري، احنا عايزينها تخبط في الخشب، عشان كده ايه نظبطها كده. وريني، تمام. طيب احنا خلينا في الروتيشن، نظبطها بعد ما نخلص البوزيشن.
تمام، يعني هنا بقت سبقت البص اصلا. ليه؟ عشان هنا في دلوقتي سبلاين كيرفز، فالموضوع بيفرق. انا دلوقتي مثلا هنا اجيبها كده كي فريمز، مش عارف دي بتتحرك ليه. نشوف كده كده تجري ورا، تمام قوي. ممكن نزود دي هنا بحيث ان هو يتأخر عن البص. اوكي، نتفرج كده عليها سريعة. ها طيب، ممكن نأخر الكلام ده شوية.